بتوجيه من السيد رئيس أركان الجيش بضرورة الاهتمام بالتدريب وإعطائه أهمية قصوى، وبأمر من قائد القوات البرية زارت لجنة من قسم التدريب قيادة القوات البرية معسكر مخمور للإطلاع على سير تدريب مقر لواء المشاة 96 فرقة المشاة 14 المحرر للتدريب ضمن الأسبقية الثانية لعام 2022. قوة من قيادة عمليات سومر تنفذ واجب البحث والتفتيش في قضاء قرمة بني سعيد وسوق الشيوخ لفرض الأمن والاستقرار، حيث أسفر الواجب عن الاستيلاء على أسلحة خفيفة ومتوسطة وكميات من الأعتدة. على ضوء معلومات استخبارية، فرقة المشاة 7 تتمكن من العثور على كدس للأعتدة في منطقة البيضة، وفي سياق متصل تم العثور على جليكانات تحتوي على مادة C4 في منطقة الطريفاوي تم معالجتها من قبل مفارز الهندسة العسكرية. بعملية استباقية، فرقة المشاة 10 ومن خلال عملية نفذتها في قضاء القرمة أسفر عن العثور على كدس للعبوات الناسفة من مخلفات داعش الإرهابي تم تفجيرها من قبل أبطال الجهد الهندسي. من أجل سلامة المواطنين تستمر فرقة المشاة 15 بعمليات البحث والتفتيش ضمن قرية رجم العبد، أسفرت عن العثور على عبوات محلية الصنع ومقذوفات مختلفة تم تدميرها من قبل مفرزة المعالجة المرافقة للقوة.